إلى فيك شريك. خليني أخذ برد ويجيني داعي إني رزان على غرفتك ماني طالع. مثل ما بدك. أنا كان قصدي صالحك مع بدرية بس أنت ما بدك. عم رايح معك لحظة رايح. حامي لقلك أوزيك ما بيحل لك مشاكلك غيري. احمل هالشنطة لقلك. ومشان شو الشنطة؟ هي على أساس إنك أنت بدك تترك البيت وتروح تفل. لا حبيبي ما حذرت، أنا ما بدي أترك البيت وما بدي فل. لك لا هذا تمثيل خطة يعني. شو هالخطة هي وشو هذا التمثيل؟ لك اخي ابو زيك فهم علي خليك معي، يعني انت هلا بتحمل هالشنطه وبتحمل حالك وبتمشي باتجاه الباب البراني على اساس انت فالل من البيت، بلحق انا بنادي لك، لك يا ابو زيك وين رايح؟ بتقلي بدي روح من هذا البيت، اتركوني انا جنيت، بقول لك لا يا ابو زيك ما وصلت معك للمواصيل، بتقلي وصلت و60 وصلت، اتركوني بدي روح بصبص على النسوان، بدي اتجوز وحده غير اختك، بصير انا بتخانق انا وياك منك كلمة مني كلمة منتعايط تطلع بدرية بتشوفك بدك تتجوز واحدة تانية غيرها بتقوم بتراضيك وبتنحل كل المسائل شلوني معها؟ لك قاعد عليك على الخطة امتى نبلش بالتنفيذ تبع الخطة؟ هلا دق الحديد وهو حامل. لك احلى ابن حمى احلى ابن حمى بالدنيا كلها. ايه اخي فينا نعمل بروفا هلا؟ لك انا اللي بعمل البروفا. يلا لشوف روح باشر بلش روح. وينك لهون هيك وينك انا ماشي يعني ماشي بحبك كثير لك بدوره انا بحبك بموت فيك لك بدوره لكن هذا الايد الله لا يعطيك العافيه. شو صار دع حريشه اولا راح تفضحنا ثانيا ما بيصير تقول لي انا بحبك. ليه؟ خلاص بتصمم انت تطلع من البيت فورا رايح انت خلاص ما في اي شيء بيرجعك بتمك مصر انك تطلع من البيت فهمت علي؟ خلاص انا من ايدك هي لايدك هي. يلا شوف دق الشنطه لشوف. بسم الله امشي قدام مني عند الباب البراني. ها لبرا يلا روح. شو الخطة هاي؟ صرت بريت البيت ما حدا عم بيقول لي شيء. درويش يا درويش ولا قوم انزل اعتذر من صهرك لشوف ميه شو خير؟ انزل اعتذر من صهرك ما بتعرف خير قوم انزل اعتذر من صهرك عم بقول لك شو سويت له لحتى اعتذر منه؟ لك شو بقول لك؟ مفكرني ماني عارفانه ما هيك قوم اتحرك لشوف يلا جاي قوم وشرب وعروس وحماية وابن حما لكان شو على باله؟ حرك حاج تلعي لا بقى لأبو سريق ولا شلابق أبعاب قوم صهري قوم الله يرضى عليك هي درويشة يعتذر منك فشا بيعتذر منه هو اللي بيعتذر شو ما في كرامة؟ سامع شو عم نحكي يعني فاحة أدقه كمان طول بالك معلش يلا تباوسوا خلصوني يلا ماشي حماتي أنا من جهتي مسامحه كرمال عيون بدرية مرتي كل شي بيهون ايه خلاص سماح يا لبن خلاص
طيب طالما هيك خلونا نروح ناكل بقى نفطر لانه اليوم انا عازمه طيفور على الغدا. ها يلا يلا, يلا. شلون طيفور؟ شلون عازمه طيفور يعني؟ يلا اتحرك. كيف عازمه طيفور؟ انا ما برضى طيفور يفوت على بيتنا. بعدين مشان ايش هالعزيمه؟ لك ابني مو كتر خيره الزلمه عفى عنكم وطالعكم من السجن، مو لازم نردوا للجميع. مزبوط حماتي، عين الاعل. بعدين درويش انت لازم تفرح، الرجال كتير طلع ابن حلال. قال ابن حلال قال بدكم تعزموه عزموه، بس يكون بعلمكم انا وطيفور على طاولة واحدة ما بقعد لو بدها تضطربع الدنيا فوق راسي. خلص امي احكي معه للرجال وعزميه وما يهمك من درويش. درويش قوم 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 سحلب قوم قوم. انا ما بفتح لحدا، يلي عزمه يروح يفتح له. ابو زيك حبيبي قوم قوم الله يرضى عليك، انت افتح الباب يلا. تكرم عيونك انت، اوامرك طلبات اصلا تكرمي. طول عمرك لقلوه. مو هدفنا الغداء، مو هدفنا اكل، نحن هدفنا اسمى من هيك بكثير. نحن هدفنا اكل كمان. اجا المعلم طيفور. السلام عليكم جميعا. اهلين وسهلين معلم طيفور. مرحبا يا اختي. اهلين اهلين وسهلين يا هلا، شرفت. مرحبا درويش. امي قوم سلم على معلم طيفور، تصالح انت وياه. قوم امي. انا ما بسلم على حدا، مو هو حبسني، هو اللي بيجي بسلم علي. انا بسلم عليه وببوس راسه كمان مثل ابني هاد حبيب قلبي ولو. طول عمرك قلبك طيب يا معلم طيفور، خلاص سماح يا لبن. تفضل الاكل سخن هلا بيبرد. تفضل تفضلوا تفضلوا يا جماعه على الغدا تفضلوا. يلا تفضل. شو هالاكلات الطيبين، يسلموا دياتي اللي طبخهم، شي رائع كثير. إن شاء الله دايمة وبالأفراح يا أم درويش، عقبال ما تفرحي بابنك درويش إن شاء الله. بوجودك إن شاء الله يا معلم طيفور. الله يسلمك. شوفوا يا أولاد أنا بحبكم كتير، بحبكم مثل أولادي وأعز والله. وخاصة أنت يا درويش. هي بإيدك هيك؟ أنا ما بحب تمزح معي هيك مزح غليظ. لا يا درويش أنا عم بمزح معك لأني بحبك مثل ابني أنت. يا أم درويش أنت بتعرفي قديش بعزكم أنا. بعرف بعرف والله بعرف، ولذلك أنا حابب استغل هالفرصة هي وأطلب إيدك على سنة الله ورسوله من ابنك درويش. يخرب بيتك شو ناس ناس. لك شو اللي عم يصير بالبيت من ورايا؟ شو أم درويش؟ لك أنا رجال بالبيت ولا مالي رجال؟ لك شو أهلا وسهلا وعزيمة والمي عم تمشي من تحتي وأنا مو عارفان؟ يا لطيف شو ظلمتك يا زكي لما قلت عنك خروق؟ لك بالعكس طلعت أنا الخروق، ليكو قاعد بحضننا وعم ينتب إيدي عنا. لا يا طيب ولا كلمة بس ولا حرف. اتجوزت أمه لصهرية ما حكينا شي، أما تتجوز أم ابن حمالة صهرية هي لا تعلم فيها منوبة. لك ابني ما فيها شي، الرجال ما عم بحكي شي غلط، عم بيطلب بشرع الله. يا درويش يا حبيبي انا جاي من الباب مو من الطاقه، ما عم نط من فوق الاسطيح مثل القطاط، انا جاي على سنه الله ورسوله اطلب ايد امك. لك لسه بيقول لي باب وطاقه واسطيح؟ لك انه باب وانه طاقه؟ لك شو هي لسه هلا بتقول لي سقيفه شوي ثانيه؟ لك شو هالدهمسه؟ طول بالك طول بالك، اذا مالك قبلان معلش انا بنصحك ما بدي خلص. انا ماني موافق. وانت شو دخلك؟ انا ما برضى تجيب ضره على امي بعد المرحوم ابي. المرحوم ابوك شو جاب لجاب لك؟ الله يرحم ترابك يا ابو زكي، شو كنت رجال. لك روح تعيش تعيش وتترحم على امواتك. الله يرحمك الله يرحمك يا ابو درويش، شو كنت زقر وابضاي. الله يرحمهم جميعا ويجعل مسواهم الجنه. لك يا هيك تكون البذره يا بلا. لك تسلم تسلم، الله يعزك الله يعزك ولا يفوت الخراب لدارك ولا لدار جارك، بنوب بنوب.
على قولة المثل يا زكي، لا تجيب الدب لكرمك، بيروح الكرم وبيتم الدب عنا بالبيت. لا اسمحي لي يا درويش، هيك تخنت كثير، ما عاد تتحملون هدول؟ ايوه طول بالك طول بالك، عود وهدي اعصابك وروق، وحياة عيونك ما بيصير الا الشيء اللي بدك اياه انت، خلص. ولا درويش موافق ولا مالك موافق؟ لك يا أمي شو ما بتعرفي إنه في ضرائر ومضرات ومتشابكات، الأمور فيها شوائب يا أمي. لك يا أمي لا تخاف، ما حيصير شيء من اللي عم تقول عليه هذا. يا درويش يا حبيبي، أم زكي بتضل ببيتها وما حدا بيقرب عليها، وأم درويش كمان بتقعد ببيتها وما حدا بيقرب عليها. بعدين في مشروع بيناتنا، في مشروع جديد بده هز كتاف وانت قد الحملة. مشروع معلم طيفور؟ شو هالمشروع؟ شغل بعدين بحكي لك عنه هلا، بس قل لي انك موافق ولا مالك موافق. معلمي انا الي بالمشروع هذا طبعا. لك انتو مثل ولادي، بحبكم انا انتو الاثنين. والشغل امتى يعني؟ قريبا انا بفهمك عليه. خلاص لكان انا موافق، بس بدكم تعطوني كم يوم لحتى افكر بالموضوع يعني، وهلا هلا بعطيكم النتيجة، بس بدها شوية وقت يعني. يلا خلينا نقرا الفاتحة هلا. يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. إذا بالورشة مو موجود، عند المخرج مو موجود، ورايح مطقم لي حاله ومتعطر كمان، أنا وين راح؟ وين بده يكون؟ بلش الفار يلعب بعبي. يلا هانت، ها الله يجيب العوائق سليمة. هاي هو الشاهد الثاني، تفضل وكيل العروس وقع لي هون. حاضر، أنا وكيل العروس هون. أيوة هاي توقيعي. تفضل العريس وقت لي هون. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله معكم، مع السلامة يا شباب. مع السلامة. الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيكم. مبروك اخي زكي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يخلينا اياكم. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. صباح يا الخير. صباح الخير معلم. صباح الخيرات والليرات. تفضلوا عدوا تعالوا عدوا عدوا عدوا. ايه معلم طيفور، نحن جاهزين. جاهزين على شو؟ إيه مو انت قلت انه عندك مشروع كتير كبير؟ ايه بلا، انا قلت هيك شيء، وهذا المشروع من تخطيطي وتنفيذي، انا فكرت فيه. إيه نحن جاهزين، بس قلنا شو هو المشروع يعني؟ في لي صاحب فنان اجى لعندي من مدة، قعدت دردش أنا وياه، عرضوا علي افتح شركة إنتاج فني، وحكالي حكي مو بالعقل، بيطير العقل قد مو ظريف. قال هي الشغلة مزراب ذهب. بعدين أنا دوزنتها بمخي، فكرت فيها وسألت ناس كتير، الكل أكدوا لي، ها الكل أكدوا لي إنه هي شغلة رائعة وبتختلف عن كل الشغلات اللي اشتغلناها سابقا. فنانين راقيين مو حي الله، يعني ناس مثقفين، فهمت؟ بقى هذا أهم مشروع بنشتغله، وهذه اللي عم أقلكن عنه. إيه أصلاً أنا من زمان عم فكر بهالمشروع، بس عمرك أطول من عمري يا معلم طيفور. لك أهم شيء اللي حاطه بذهني أنا إنكن أنتم موهوبين كتير وبدكن تنجموا. أنا ما بعرف نجم. أنت مو تنجم ليك الفهيم ليك، مين قال لك تنجيم يعني تبصير؟ بدك تنجم يعني بدك تصير فنان كبير. أيوه إيه هلا فهمتها فنان. أيوة. كبير. هلا الأهم من هيك بقى إنه المخرج جاي لعندي وبدي أقعد أتفاهم أنا وياه، بقى شو رح تعملوا أنتو؟ نحن جاهزين على 24 دقة هون. أخي اتكلنا على الله، أنا خالي في عنده مكتب مناسب للشغل كتير، يعني كنا ناويين أنا وخالي نفتحوا مكتب لحالنا ونعمل اتكال. أخي أنا ضريع شوف واحد صديقي كاتب نص سيناريو كتير حلو، يعني من قصتهم بينتو حلو. لكان خلينا نضرب الحديد هو حامي، اتصلوا في هاي تليفون استاذ لك. لك الحديد هو حامي لأنه مو بكرة التصوير. لك لا أخي شو بكرة ما بكرة، الشغلة مو خبطة زو. لا ما بدنا نمطمط فيها، بدنا نخلص بسرعة. طيب ماشي، أنا راح أنهي الموضوع وبكرة الاجتماع عندي بنفس الوقت. اتفقنا.
شدي حطيت لك بيجامه وبشكير وما كانت الحلاقه وانينه تعطفت ما هيك شغله تحتاجها. لا لا ما في داعي، الشركه اللي مستضيفتنا حاطط لنا كل شيء ومحضره كل شيء. ماشي الحال، اللي انت بدك ترجع بالسلامه. ما بعرف شغله يومين ثلاثه، اذا مديت اسبوع. يا سيدي تروح وترجع لي بالسلامه، بس اللي عندك رجاء انك تتصل معي بس مشان اطمن عليك. ولك تكرم عينك ولو. هو انا مطمنه لانك مع المخرج رح تتسلوا سوا. يا بدك شيء؟ بدي سلامه عمرك. خاطر الله معك، مع السلامه. ليش يعني هيك ابو الدراويش صار وطلع العرس كثير مشرشح؟ ايه ما شفت بعينك يا ابو الزيك، هبيت الطرحه وتعبجنا لعبجه. بس بتعرف شو يعني، انا مو لحق علي الدبانه تروح وتجي تروح وتجي، حولتني حول اخر شيء هدت على الشمعه. انا الدبانه؟ الدبانه اللي هدت قمت كمشت الدبانه ولبت الحريقه. معناته مو لحق عليه؟ الحق على الدبانة يعدمني إياك يا زكي، عم أقول منين إجا الحريق. يا أستاذ يعني تحفة أثرية مزركشة وحتى فيها قنطرية، يعني شي فخم فخم كتير. هون بدنا نمثل أستاذ يعني؟ هون طبعا هون بدنا نمثل، مو هون شركة الإنتاج أستاذ. تفضلوا تفضلوا يا جماعة، التصوير مو هون، هون مقر الشركة، التصوير رح يكون في أماكن تانية. طبعا يا زكي مو هون بدنا نمثل، بدنا نمثل هنيك يعني، هون في مسلسلات عاطفية بتصير، أما فيك تفوت خيل وأحصنة لهون والغابات وال يعني الأجوائيات هنيك في أماكن تانية مثل ما قال الأستاذ. أستاذ يعني هو كل شيء مفهوم، بس أنا حاسس إنه كتير عم نضيع وقت، أعطينا المسلسل خلينا نمثل. أنت بس شاطر بدك تمثل؟ مو بدك أول شيء تتغندر وتتبودر مشان تطلع حلو على الشاشة؟ مو هيك أستاذ؟ يا جماعة طولوا بالكم، نحن ما راح نشتغل شغل لحتى ما يجي الأستاذ طيفور، يعني أستاذ طيفور هو صاحب الشركة وهو المنتج يعني. ليش لحتى نستنى أستاذ؟ نحن كمان منعجبك، نحن بتاع كله. أستاذي نحن جاهزين لحتى نمثل، بس أنا عندي الشرط أول وشرط أخير، يعني لازم تكون نجلاء فتحي تمثل معنا. ما شاء الله عنك شو ذكي، يعني محلانا ونجيب نجلاء ونترك ليلى، مو عيب؟ مين ليلى؟ ليلى علوي استاذ. لك شو ليلى ما ليلى؟ لك حاش تتفصح انت وياه؟ هاي الشغله يا اخي ما بتفهموا فيها بنوب؟ لا يا استاذ هاي ما حبيتها منك بنوب، الشغله كلها على بعضها يعني شغله التمثيل ما بدها شيء. يا شباب يا شباب، لحتى نفوت تصوير لازم نمر في مراحل، لازم نتقي نص يكون مبني بناء درامي متين. ايه اوكي اوكي. اولا بعد ما نتقي النص بنفوت على الديكوباج، بنطلع من الديكوباج. لا لا لك لا تقطعني، لا تقطعه يا زكي وانت تقطعني. بنطلع من الديكوباج بنفوت على الليكوشينات وبننتقي كاست يكون بروفيشنال مشان ناخذ نتائج توب توب اكشن توب اكشن، وبعدين بنروح بوشنا على جزر المونتاج. اخي درويش عن اذنك يعني هيك شوف. لحظه شوفي لك شو جزر ما جزر، شو يعني جزر؟
ما بعرف جزر؟ ايه جزر جزيرة مثل جزيرة أرواد هي بالبحر بتكون. لك شو بحر ما بحر ما بعرف بسبح أنا بغرق أوام أنا. إيه وأنا كمان يمكن كمان أنا بغرق أنا ما بعرف أسبح. شلون هيك ما انتبهنا دقيقة بس لحتى أسأله. شوف لنا ياب معيتك عالجزر. أستاذ بالنسبة لموضوع يعني الجزيرة هلأ نحن على الشاطئ في قوارب ولا بدنا نروح سباحة يعني؟ أنا جزيرة. جزيرة المونتاج. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي توفقنا.